ومع دخول الفريقين بهالوقت الى ارض الملعب الرسنج وشباب الساحل ومع الطاقم التحكيمي مع انطلاق ايضا بهالوقت المباراه الهدف العاشر لسيلاس الهوغو لسينا سورو جد نور الدين عم يتقدم عم يسدد وحسن الحسين عم يرقص مره جديده حسن الحسين عم بيعود حسن الحسين عم بيعود لحمايه شباك فريق الرسنج عم بيقول انه هو الرقم واحد فعلا بفريق الرسنج بارستم هو اللي قدر يحصل على ركله جزاء بيسدد بارستم بارستم ما معقول مش محظوظ ابدا وايضا ركله ركنيه بيلعبها باتجاه مرمى هدف غريب عجيب لشباب الساحل عبر علي غليوم وبأي وقت قبل الدقيقة الأخيرة طماز علي غليوم مجددا شو ممكن يعمل بالكرة علي غليوم شوفوا فنيات اللاعب السوري كرة جميلة جدا باتجاه وسيم عبد الهادي رح ينتظر إشارة من جميل رمضان علي غليوم بيسهل برافو لحسن حسين 10 على 10 لحسن حسين اذا جميل رمضان عم يعلن عن نهايه احداث المباراه الجميله جدا شاهدناها عبر شاشه الجديد اذا بالتعادل الايجابي 1-1